وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أشار أحمد الحجي رئيس التوقعات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إلى أن الطقس سيشهد تحسنا تدريجيا مساء هذا اليوم، داعيا في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر. ونظرا لقلة الأمطار على المنطقة هذه السنة وساهمت في تشكل العواصف الترابية كما ذكرتم، جنوب العراق ومن ثم تقدم مرتفع جوي تشكل على أثر جدار كثيف من الغبار، ساهمت الرياح في نقله على منطقة الخليج العربي مثل ما شاهدنا ليلة أمس، أدت إلى تدني الرؤية الأفقية في مطار البحرين الدولي إلى 600 متر. ولله الحمد استمرت الملاحة الجوية بدون انقطاع في مطار البحرين الدولي. توقعاتنا لفرص تشكل موجات ترابية لاحقة والغبار واردة هذه الأيام بسبب استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية، واللي سوف يطرا تحسن إن شاء الله تدريجي بالنسبة للكتلة الحالية، تدريجي تحسن تدريجي ليلة مساء هذا اليوم. نعم. وتتحسن الأجواء إن شاء الله غدا في وقت لاحق. ننصح طبعا المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، وخاصة لديهم أعراض مزمنة وأيضا مرتادية البحر.